جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تناول الزوجة لحبوب منع الحمل إذا كان الزوج رافضا لذلك وقد استشار أبويه فوافقاه على رأيه؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تمنع الحمل إلا برضا زوجها، وبشرط أن يكون ذلك لعذر شرعي، كأن تكون تتضرر بالحمل أو يسبب لها أتعابا لا تتحملها. فإذا توفر هذان الشرطان، وجود الضرر البين من الحمل أو تعرضها للخطر بسببه، وكذلك رضا زوجها وموافقة زوجها على ذلك، جاز لها اتخاذ ما يمنع الحمل في بهذين الشرطين. أما ما دامت أنها لا تحتاج إلى منع الحمل، بل عندها قابلية ولا ضرر عليها ولا خطر عليها، فلا يجوز لها أن تتعاطى ما يمنع الحمل، بل ولا يجوز لزوجها أن يأذن لها لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر الوالدين وإذا لا دخل للوالدين في ذلك. طيب. هذا من حقوق الزوج. طيب. نعم.